احنا نجم عارضه هنا في المعرض بالنسبه للحلويات والمأكولات المغربيه من الرباط، ويعني تنشكر الناس هنا ديال اللي عطاونا الفرصه بين الحلوى المغربيه بشكل جديد بشكل جديد واشياء جديده متنوعه اللي هي من اصلا بصحتي يعني من اختراعي انا ماشي هذا. وتنشكر اللجنه المنظمه وتنشكر شركه ولاد ميمون اللي عطاتنا الفرصه بين هذا الشيء ديالنا، وتنتمنى تكون معارض اخرى. السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الشاب يونس رئيس تعاونية نوران الصحراء للتجميل، كنمثلوا الجهة ديال العيون الصحراء. المنتوجات ديالنا طبيعية والحمد لله على كاين الحمد لله إقبال في المنتوجات ديالنا، والشكر خاص للناس العارضين والشكر خاص للناس اللي سهروا على تنظيم المعرض، والشكر خاص للحاج وشركة ولاد ميمون. المريني نصيرة رئيس جمعية التعاون الحرف للتنمية والتضامن، وجينا لهذا المعرض زعما عطانا واحد الانطلاقة زوينة، وكنشكر المنظمين وكنشكر مول القيصرية، كنشكره الله يجعله ربي يجيب ليه التيسير ان شاء الله يا رب العالمين. وزدنا تعرفنا مع الناس وزدنا دفعه القدام ان شاء الله يا ربي، ومن خلال هذا المعرض غادي نمشيو بعيد وتعرفنا مع الناس برانيين وتعرفوا معنا ودرنا المنتوج ديالنا، والحمد لله ويكون خير يا رب العالمين ان شاء الله يكون خير. السلام عليكم، معكم تعاونية دار للغيتا مدينة بني ملال، وأنا شاركت لأول مرة في هذا المعرض ديال مدينة تيفلت اللي مدينة تبارك الله زوينة وعجبتنا بزاف، ومدينة صغيرة والحمد لله بعنا وشرينا فيها اللهم لك الحمد، وخاف مدينة وخاف في جو ديال البرد الحمد لله كان إقبال اللهم لك الحمد. تنشكر بزاف السي الوردي اللي تبارك الله ما شاء الله تهلا فينا، تنحس براسنا رحنا عائله وحده وتهلا فينا بزاف بزاف بزاف، سهره لا راحتنا الصراحه والله العظيم. ايوا دابا احنا فرحانين وان شاء الله تنفكروا ان شاء الله نشريو شي محل هنايا، مدينه مزيانه الصراحه والله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الصمد التالي من مدينه مراكش، الصانع التقليدي في المجال ديال المنتجات النباتيه. حنا جينا للمدينة ديال تيفلت باش نعرفوا بالمنتوج ديالنا، وكنشكروا الشكر الخاص لمجموعة الحاج ميمون اللي تحتنا بالفرصة في هذا المعرض هذا، وكنشكروا الشركة اللي هي نظمت هذا المعرض وسارت على التنظيم ديالو، وتبارك الله الحمد لله هنا كاين إقبال في هذه البلاصة هذه القصرية هذه، وكنشكروا الناس بزاف وشكرا.